Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. معكم شاهد من جديد. بتمنى انكم تكونوا بصحة جدا ممتازة وانتم عم بتشوفوا درسنا لليوم. درسنا لليوم هو بعنوان Diagenitive. Diagenitive يعني المضاف اليه باللغة العربية. طبعا هذا الشيء موجود عندنا ياتو باللغة العربية. اليوم رح نشوف كيف هذا الحكي رح بصير باللغة الألمانية. جدا جدا مهم تكونوا مركزين معي لأنه هذا الدرس جدا جدا بسيط ومع هيك بلاحظ إنه كتير ناس بتواجه صعوبة فيه. إن شاء الله هذا الشيء ما رح تواجهوه معي، رح تفهموا الدرس بكل بساطة لأنه قد ما فيني رح أحاول إني أسلس الأمور لإلكم. ومثل العادة في أمثلة مثل العادة لأنه مع الأمثلة بتتوضح لنا الأمور أكثر وأكثر. وهلأ خلونا أول شيء نبلش ونتعرف شو يعني هو الجينيتيف. طبعا المضاف اليه هو يستعمل للدلاله على الملكيه، وهو كمان بيجي مثل اسمين جنب بعض، الاسم الاول والاسم الثاني بيكون هو المضاف اليه. كيف يعني هذا الحكي؟ هلا رح ناخذ مثال جدا بسيط باللغه العربيه لحتى توضح لكم الامور اكثر واكثر. عندنا المثال اللي بيقول منزل العائله، منزل العائله. المنزل هو جاي عنا الاسم الأول، والعائلة هو جاي عنا المضاف إليه. شو هو جاي؟ المضاف إليه. شو يعني هذا الحكي؟ أنا وقت لما أقرأ هذا الشيء بلاحظ إنه أنا استعملت هون المضاف إليه للدلالة على شو؟ على الملكية. أنا قلت منزل العائلة، معناتها هذا المنزل بخص مين؟ الملك مين؟ للعائلة. معناتها المضاف إليه هو بيكون ملك هذا الشيء اللي جاي قبله. لهيك أنا قلت منزل العائلة، هذا المنزل ملك العائلة بخص العائلة، لهيك أنا استخدمت هون المضاف إليه للدلالة على الملكية. بتمنى إنكم بداية قدرت إني أوضح لكم الفكرة شوي صغيرة، وهلأ خلونا نفوت بالتفاصيل وما بدي أطول عليكم أكثر من هيك. هلأ رح نشوف كيف بتصير عنا الأدوات بحالة المضاف إليه بحالة الجينيتيف. أول شيء مثل العادة رح نبلش بأدوات التعريف. أول شيء أداة التعريف للإسم المذكر ديا بتصير عنا بحالة المضاف إليه ديس ديس، ومنضيف للإسم إس أو إس. هذا الشيء طبعا رح نتعرف عليه بعد شوي. ديس أداة التعريف للإسم المؤنث بحالة الرفع دي، بتصير عنا بحالة المضاف إليه حالة الجينيتيف der der، وطبعا ما منضيف شيء للإسم. أداة التعريف للإسم المحايد das بحالة الرفع بحالة النوميناتيف، بتصير عنا بحالة الجينيتيف المضاف إليه كمان des des، وطبعا منضيف للاسم اس او اس. واخر شيء عنا اداة التعريف للجمع دي، بتصير عنا بحالة المضاف اليه بحالة الجينيتيف der der، وما منضيف شيء للاسم. ادوات النكرة عنا بيتغيروا بهذا الشكل. اول شيء عنا اداة النكرة للاسم المذكر ein، بتصير بحالة الجينيتيف eines eines. أداة النكرة للإسم المؤنث بتصير من eine إلى eine eine. أداة النكرة للإسم المحايد بتصير من ein إلى كمان eines eines. وطبعا لا يوجد أداة نكرة بحالة الجمع مثل ما تعلمنا قبل. هلا رح نبلش بالامثله. سبق وحكينا تذكره بسيطه انه الجينيتيف كان وقت لما يكونوا اسمين جنب بعض، الاسم الاول والاسم الثاني هو المضاف اليه. المضاف اليه يعني هو بكون صاحب هذا الشيء او ملك هذا الشيء. بما انه سبق وحكيت انه المضاف اليه يستخدم للدلاله على الملكيه. اول مثال عندي اياه بقول das auto der frau، das Auto der Frau يعني سيارة الامرأة. الاسم الأول جاي عندي das Auto بمعنى السيارة، والاسم الثاني كان بحالة الرفع بحالته الطبيعية يمتلك أداة التعريف للاسم المؤنث die Frau.
هلا بما انه الاسمين اجوا جنب بعض وانا عم بدل على ملكية الشيء، عم بقول انه هاي السيارة لهاي المرأة، لهيك انا بضطر بما انه انوجدت عندي الحالة الاعرابية حالة المضاف اليه اني اغير اداة التعريف من دي الى ديا مثل ما تعلمنا قبل شوي بالجدول. وطبعا سبق وحكيت ماني بحاجة اني اضيف ولا شيء للاسم، بس انا مطلوب مني اني اغير اداة التعريف من دي الى ديا، لهيك انا قلت داس اوتو ديا فراو. ممكن نطور الجملة ونقول داس اوتو ديا فراو است روزا. داس اوتو ديا فراو است روزا، يعني مثل بمعنى سيارة الامرأة جاي مثل وردية او هيك على اللون الزهري. المثال الثاني عنا ياتو للاسم المذكر. سبق وحكينا عند الاسم المذكر مطلوب مني وقت لما تنوجد عندي الحالة الاعرابية حالة الجينيتيف اني اغير اداة التعريف من ديا الى ديس، وبالاضافة اني اضيف للاسم اما اس او اي اس. باخر الفيديو رح قلكن ايمت فيكن تحطوا اي اس او اس. هلأ رح ناخد مثال. المثال عنا بيقول لي قول داس اوتو داس مانس. داس اوتو داس مانس يعني سيارة الرجل. اول شي سبق وحكينا انه الاسم الاول كان عنا داس اوتو، هون كمان عنا نفس الشي. بعدين منوجد عندي الاسم ديا مان. ديا مان بما انه هذا الاسم يمتلك اداة التعريف ديا للاسم المذكر، سبق وتعلمنا بالجدول انه اداة التعريف ديا تتحول الى ديس وقت لما تنوجد عندي الحالة الاعرابية حالة الجينيتيف، واما بزيد الاسم اي اس او اس. هون كمان استخدمنا اداة التعريف ديس وبعدين ضفنا للاسم اي اس. سبق وحكيت لكم انه رح اشرح عن هذا الشيء باخر الفيديو. داس اوتو ديس مانس. فينا نطور الجملة ونقول داس اوتو ديس مانس استويا. داس اوتو ديس مانس استويا يعني مثل بمعنى سيارة الرجل باهظة الثمن او غالية. هلا رح ناخد مثال عن الاسم المحايد. مثل عنا المثال بقول داس هاوس ديس كيندس. داس هاوس ديس كيندس، الاسم الاول كان عندي داس هاوس بمعنى المنزل، والاسم الثاني كان داس كيند، بس انا حولت اداة التعريف من داس الى ديس حسب القاعدة وضفت للاسم اي اس. طبعا هذا الشيء رح اشرحه باخر الفيديو. الجملة جاي بمعنى منزل الطفل. منزل الطفل. واخر مثال عندي ياتو دي فاغيدا ديا منا. دي فاغيدا ديا منا بمعنى دراجات الرجال. دراجات الرجال. الاسم الاول كان عندي دي فاغيدا. دي فاغيدا يمتلك اداة التعريف دي، والاسم الثاني كان عندي دي منا. دي منا طبعا هون الاسم الثاني كان موجود عندي بحالة الجمع وضلوا زي ما هو بحالة الجمع، بس سبق وحكينا القاعدة انه وقت لما تنوجد عندي الحالة الاعرابية حالة الجينيتيف ويكون عندي الاسم الثاني هو بجمع بحول اداة التعريف من دي الى ديا. مثل ما بتلاحظوا دائما عم بتغير عندي الاسم الثاني فقط، المضاف اليه هو اللي عم بتغير عندي، المالك الشيء هو اللي عم تتغير عندي القاعدة معه، بس الاسم الاول دائما محافظ على اداة تعريفه زي ما هو ما تغير معنا بالامثلة. هلا رح اشرح لكم ايمت فينا نضيف للاسم اس او اي اس. تذكرة جدا بسيطة، انا سبق وحكيت انه بضيف الاس او الاي اس فقط عند الاسم اللي بيكون عندي محايد او اما مذكر اللي بيمتلك اداة التعريف داس او ديا. سبق وحكينا كمان انه الاثنين يمتلكوا نفس اداة التعريف بحالة الجينيتيف اللي هي داس، واما بضيف انا للاسم اس او اي اس. هلا رح نعرف امتى انا فيني اعمل هذا الشيء.
القاعدة جدا جدا بسيطة، كل اللي عليكم انكم تحفظوا هذا الشيء مثل اسماءكم. وقت لما الاسم الثاني طبعا المضاف اليه بيكون عندي يمتلك اداة التعريف داس او دير، وبنتهي بهدول النهايات اللي قدامكم على الشاشة. منضطر انه 100% دائما مطلقا نزيد له A S B النهاية، وطبعا قبل منضيف اداة التعريف داس. مثل عندي المثال دافوس داس فوسس، دافوس داس فوسس، دافيتس داس فيتسس، داس هاوس داس هاوزس، داس هاوزس. وهلا كمان رح احط لكم النهايات اللي دائما وقت لما تكون موجوده لازم نضيف للاسم اس. تقريبا كل الكلمات الثانية بتاخد S أو AS. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الدرس، بتمنى انكم تكونوا يا رب فهمتوا علي وكان الدرس مانو صعب عليكم وحسيتوه جدا بسيط، لاني قد ما فيني حاولت اني اعطي الدرس بطريقة سلسة، وقد ما فيني كمان عطيتكم كمية من الامثلة. بتمنى انكم تضلكم بصحة كتير ممتازة، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس لحتى توصلكم دروسي اول باول، لا تنسوا تتابعوني على التيك توك على حساب الانستغرام، وبتمنى كمان انكم تكونوا وتضلوا بصحة كتير ممتازة، وبشوفكم يا رب بالدرس الجاي. سلام.